لو طلبت منك نصيحة توجهها لزميلك في منتخب مصر إمام عاشور المنضم حديثا للنادي الأهلي، صفتك كنت واحد من كباتن النادي الأهلي. والله طبعا ببارك لإمام، بتمنى ان هو يكون إضافة للفريق. هو لعيب كويس جدا، لعيب دولي، يتمتع بكل حاجة كويسة، شخصية كويسة جدا، بتمنى له التوفيق. مهم جدا في النادي الأهلي انك الالتزام بالصمت، انك تشتغل بس عشان يعني هتقدر تحقق حاجه كويسه لو انت عملت كده مع النادي الاهلي. التزم الصمت واشتغل كويس جدا، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله تقدر تعمل تاريخ كبير في النادي الاهلي. طب كابتن ايمن، بما انك انت راجل عاشرت امام عاشور في معسكرات منتخب مصر لايام طويله، وفرصه انك برضو تديله حقه في هذه اللحظه، الناس تقول لك انه لا ده ممكن يعمل مشكله في اوضه لبس النادي الاهلي، ممكن يعمل مشكله، يعمل ازمه، واصل مش عارف التاريخ فيه ايه. انت شفت امام عاشور انت جوه ارض الملعب، وانت ككابتن من كباتن النادي الاهلي لما تقول شهاده زي كده تطمن جمهور النادي الاهلي؟ ما اعتقدش ان هو ممكن يقدر، يعني ما اقدرش اقول ان هو يعمل مشكله ولا لا، بس هو من طبيعه امام في المنتخب، لا يعني مش دي شخصيته ان هو يعمل مشاكل، بالعكس هو الناس كلها بتحبه وهو محبوب. فلا يعني صفقة مميزة جدا، بتمنى له التوفيق، لأن مهم جدا التوفيق مع الاجتهاد بتاعه والشغل بتاعه، هيقدر يقدم حاجة كويسة لجمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي عموما، يقدر يعمل حاجة كويسة إن شاء الله.